إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، روى أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي رواية صحيحة لم تقبل له صلاة 40 يوما وليلة. أيها المسلمون، عباد الله، هذان الحديثان من الأحاديث الهامة جدا، يحذر فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من إتيان الكهنة والعرافين، وهذا أمر يتعلق بالعقيدة والإيمان، لأن من أتى هؤلاء فصدقهم فإنه قد خرج من الإيمان جملة وتفصيلا، ومن أتاهم ولم يصدقهم فإن صلاته لا تقبل 40 يوما، وهذا نقص في الإيمان. قال علماؤنا عليهم رحمة الله: الكاهن والعراف معناهما واحد إذا ذكرا جميعا، وهو الذي يدعي معرفة الغيب أو يخبر بالأمور الغائبة أو الأشياء المفقودة. أما إذا ذكر الكاهن وحده والعراف وحده فإن الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب تلقيا من الشياطين. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والعراف هو الذي يدعي معرفة الغيب ولكن بواسطة الخط على الرمال
أو النظر في الفنجان أو ما أشبه ذلك. وهذه كلها أمور خطيرة عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فذكرهما جميعا. ومن هنا للعموم، وهذا الحديث تحذير ووعيد لهذه الأمة، أي كل من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما يقوله الكاهن والعراف كذب وإفك عظيم. والواجب علينا أن نكذب العراف أو العرافين والكهنة، لأن الله تعالى كذبهم في القرآن، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا أن نصدق القرآن، لأن الله تعالى أخبرنا في كتابه العزيز أن الغيب له وحده لا شريك له، فمن صدق الكاهن فقد كذب القرآن، لذلك يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الكريم، هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه أنه لا أحد يعلم الغيب إلا هو عز وجل، إلا الله، لا أحد يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، أي أن الله تعالى يعلم الرسل أو بعضهم يعلمهم ما يشاء من الأمور الغيبية، ولكن لا يعلمهم كل الغيب، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى له: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها. والساعة في علم الغيب. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى هي، فيما أنت من ذكراها. هذا خطاب لخير خلق الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى له: فيما أنت من ذكراها، أي أنت لا تعلم متى الساعة، إلى ربك منتهاها، أي منتهى علمها إلى الله تبارك وتعالى. ولما جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الساعة، يعني متى الساعة، متى القيامة، والساعة من أمور الغيب، أخبرني عن الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا أعلمها ولا تعلمها أنت كذلك يا جبريل.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله. أما الغيب كله فلله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. من في السماوات أي الملائكة، ومن في الأرض من الرسل والأنبياء والبشر عموما والجن وصالحي البشر والجن والشياطين وغيرهم ممن في الأرض لا يعلمون الغيب. لذلك من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونفت عائشة رضي الله تعالى عنها، نفت عن النبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب، وهي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من يحبها أو أكثر أحد يحبه النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة رضي الله عنها. أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: من حدثك أن محمداً صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب، فقد كذب. كل من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقل له بملء فيك، قل له أنت كذاب. وهذا حكم عائشة رضي الله تعالى عنها في من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فكيف بمن يدعي أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ وهذه مصيبة كبيرة ابتلينا بها في هذه البلاد خاصة، وفي سائر بلاد المسلمين عامة، فقد كثر الكهان والعرافون يدعون علم الغيب علانية صراحا، لا يستحيون من الله ولا من خلق الله. اقرأ إن شئت كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين بالسودان لمؤلفه المدعو بوضيف الله، وضيف الله، والكتاب مطبوع الآن وموجود الآن في مكتبة الدار السودانية وفي غيرها من المكاتب. الآن هذا الكتاب موجود. يقول وضيف الله في هذا الكتاب: ودرجات الأولياء على ثلاثة أقسام. يعني من؟ يعني أولياء الله الصالحين، وقد كذب على الأولياء الحقيقيين. قال: درجات الأولياء على ثلاثة أقسام: صغرى ووسطى وكبرى. وهذا تقسيم ما أنزل الله به من سلطان. نحن نعلم أن الإيمان يزيد وينقص، لكن هذا تقسيم ما أنزل الله به من سلطان، دعنا من ذلك. قال: أما الدرجة الصغرى، دي أقل درجة، يعني أصغر ولي عندهم ماذا يفعل؟ قال: يمشي على الماء ويطير في الهواء وينطق بالمغيبات. ينطق بالمغيبات، وهذا هو الكاهن والعراف الذي نتكلم عنه، والذي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من إتيانه. ده أصغر ولي بيعلم الغيب.
أما الوسطى الدرجة الوسطى قال بأن يقول للشيء كن فيكون. هذا كتاب موجود في المكتبات، أنى لهذه الأمة الرفعة، وهذه الكتب تنشر في بلاد المسلمين. الوسطى أن يقول للشيء كن كن فيكون، وقد صرح بذلك تصريحا واضحا تجده الآن في جوالك، ولا تمشي الدار السودانية للكتب، في جوالك الآن في قناة النيل الأزرق برنامج حلل البريق، استضافة لشيخ من شيوخ الطريقة الكباشية الآن في جوالك. أصلاً إحنا ما تشتغل بينا كثير، بس محل بنقول لك تمش تشوف في جوالك. لما قال له المذيع الفاشل قال له أخبرنا عن كرامات أبيك الشيخ الكباشي، قال أبونا الشيخ إبراهيم الكباشي أعطاه الله كن فيكون في لسانه، في لسانه مش في جيبه، في لسانه كن فيكون، يعني متى ما قال لشيء كن يكون. أي كفر أعظم من هذا عباد الله في تلفونك؟ أي كفر أعظم من هذا؟ الله تعالى هو الذي يقول للشيء كن فيكون. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لشيء كن فيكون. يجدل هؤلاء السفهاء يجي يقولوا أبواتنا بيقولوا للشيء كن فيكون، هذا سفه وكفر بالله تعالى. وجاء ذاك شيخ الزريبة وسطر لهذا الكلام في دواوينه أن الأولياء أولياؤهم هم لا أولياء الله الصالحين، يعلمون الغيبة. قال قوماك نزاور قصيدة موجودة في الإذاعات، موجودة في التلفزيون، موجودة في الجوالات. الآن بعد الصلاة لو طلعت جوالك كتبت قصيدة قوماك نزاور تسمع هذا الكلام، وما فيه حاجة اسمها إنتوا ما فهمتوا، لا أمش أفهم أنت، أفهم أنت براك. قوماك نزاور للأولياء الأقطاب، ليهم نشاور بل فصح بالدارجية السودانية، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب، باطن وظاهر، باطن وظاهر موجود ملحن باسم المديح ومسطر في الدواوين باسم مدح النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الكهنة والعرافون عباد الله، اعلموا هذه الحقائق وليبلغ الحاضر الغائب. هؤلاء هم الذين حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من إتيانهم. أسأل الله السلامة والعافية، وأسأله أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يجب علينا عباد الله أن نحذر أولا من إتيان الكهنة والعرافين، وأن نحذر غيرنا لا سيما من النساء، فإن قلوبهن سريعة الميلان. الواجب علينا أن نمنع نساءنا من إتيان هؤلاء، وهم لا يأتون الناس باسم الكهنة والعرافة أبدا. ما بيجيك يقول لك أنا الكاهن وأنا العراف، وإلا لو قال كذلك لما جاءه أحد، لكنهم يزينون الباطل للناس، يزينون الباطل، يدعون أنهم يعالجون المرضى
وقد كثروا لا سيما في وسائل الإعلام، تلقى في التلفزيون قنوات كثيرة جدا كهنة وعرافين، يفتح قناة كاملة يدفع فيها ملايين، يدعي أنه يعالج، يقول لك علاج لجميع الأمراض. يعني نقفل مستشفياتنا ونقفل كليات الطب والصيدلة ونلجأ لهؤلاء السفهاء، علاج لجميع الأمراض، علاج السحر وهو أكبر ساحر، علاج العين، علاج عدم الإنجاب، ودي أكبر مشكلة ومصيبة بالذات في البلد، عدم الإنجاب. عدم الإنجاب ده من الله عز وجل، عدم الإنجاب دار تجيب الجنة من وين أنت؟ إذا الله ما اداه من وين دار تجيبه؟ علاج عدم الزواج، بيركزوا دائما في المواضيع دي عشان يجلبوا النساء، علاج عدم الزواج. وتلقى تحت ناس بيرسلوا رسائل، طبعا ديل كلهم سميهم إن شئت سماسرة، سماسرة شغالين مع المجرم ده، يكتبوا تحت جزى الله خيرا الشيخ الكبير الفاضل فلان، فقد عالجني من السحر، وقد عالجني مما تعرفه، وقد عالجني وقد عالجني. ديل سماسرة شغالين معه، لا تنخدع، ما تتغشى، ديل بيجيبوا الزباين. دي قنوات موجودة، لافتات بتلقاها في الشوارع، مركز مين للعلاج بالقرآن ومركز ما تعرف مين للعلاج بالقرآن، يغش المسلمين شان الناس يجوا، وفي النهاية ده كاهن عراف، يأكلون أموال الناس بالباطل، داير قروش، داير يأكل قروش الناس، ده الهدف الرئيسي والأساسي. الشغلة دي ما قامت إلا من أجل المال، دايرين قروش بس، غلبتنا الشغلة. الواحد ما داير يشتغل في السوق زي الرجال، يمشي يقول لك حائز قال على شهادة وين كده، قال لي للقرآن الكريم، القرآن ما بيأكلوا به أموال الناس بالباطل، القرآن هداية وشفاء لما في الصدور، فاحذروا عباد الله، احذروا كل الحذر من هذه المراكز التي تدعي أنها تعالج بالقرآن، احذروهم. ونحن لا نمنع العلاج بالقرآن، لكن نمنع من إتيان هؤلاء. وما يجيك زول يقول لك يا مولانا لكن ما عنده دقن، حتى ولو كان عنده دقن ما عنده، الدقن سنة واجبة، لكن برضو بيغشك يقول لك طبعا نحن ما بنشتغل زي شغل النازل، ولا عندنا بخرات ولا محايات ولا غيره، نحن بنعالج بالقرآن مجان ولا بقروش؟ يقول لك طبعا بقروش، وفي جلسات خاص، ده طوالي تبعد منه، تبعد منه حتى ولو ادعى أنه يريد لك الخير. فاحذروا هؤلاء عباد الله، فإنهم يلبسون على الناس ويزينون المنكر والباطل على الناس. وكل من عرف، كل من عرف هذا الكلام وعرف هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت بعد ذلك وما تكلم وما حذر الناس، فإنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى، مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. وكل من عرف مثل هؤلاء فالواجب عليه، الواجب عليه أن يردعهم إن كانت له سلطة. وبرضو بيدخل معهم الوداعية، بيدخل مع ديل برضو، هي من الكهنة ومن العرافين والرمالية وغيرها، حتى لو كانت قاعدة في الحلة، حتى لو بتحفظ النساء القرآن، فإنها كائنة كاهنة عرافة. احذروا عباد الله من هذه الأمور، حافظوا على دينكم، حافظوا على عقيدتكم، حافظوا على أسركم، ونسأل الله النجاة لنا ولكم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.